في ملجأ بتاع الستات ان هي خايفة على سلامتها منك مني طبعا قلت لهم ازاي خايفة على سلامتها مني وانا بقالي برة كندا 5 اسابيع انا ما كنتش حتى عايش معاها. قالوا لي احنا ما عندناش اي اوامر نقول لك اي كلام اكتر من كده، احنا نقولنا لك بس ان هي فين وخلاص. فاتصلت باختها قلت لها انا دلوقتي بالقانون ما اقدرش حتى اكلمها في التليفون، فالافضل ان انت تتكلمي معاها وتشوفي ايه اللي بيحصل دوت. وابتدينا بقى ندخل بقى بعديها بيومين لقيتها بعتالي ورق من عن طريق واحد محامي ان هي عايزه تنفصل وعايزه تاخد الحضانه وعايزه نفقه، كلام يعني عادي. بس الحاجه الغريبه اللي فيه ان كان كل هذا الكلام القانوني هي بتشتم فيه شتيمة يعني في منتهى الوقاحة ضد الإسلام وضد المسلمين. دول أولاد حضرتك يا أستاذ محمد؟ أيوة فندم. دي الصورة دي فين وإمتى؟ دي الصورة دي اتاخدت سنة 1997 كانت في اسكندرية. كانوا أولادي جم هنا في اسكندرية واتبسطوا وقضوا وقت كويس جدا هناك يعني. من الصور دي كلها على البحر في اسكندريه. دي على البحر في اسكندريه. دي صوره ليا مع ابني الصغير خالص بعد الانفصال لما حصل، كنت انا خايف عليه قوي من ناحيه نفسيه، فكنت دايما في الصيف اعمل حسابي ان انا اقضي اسبوع معاه هو واخته ونروح ناجر زي شاليه على بحيره من البحيرات. فدي صوره ليا معاه. ده هناك؟ وهناك لا ارجع بقى للنقطه دي تاني، معلش. حضرتك بتقول بعد الانفصال كنت خايف على نفسيته. طب لا خلينا نرجع بقى بعد الانفصال، ايه اللي حصل؟ الانفصال حصل ازاي وايه اللي حصل؟ ولادك يعني اخر مره شفتهم امتى؟ خلينا نفهم الاول. بتقول حضرتك ان هي طلبت، كانت بتقول كان في كلام يعني مش كويس على الاسلام، جارح جدا كويس. حتى يعني صحابي اللي هم مش مسلمين ما يتكلموش الكلام ده على الاسلام. لا، هو الواجب انه احترام الاديان الاخرى بغض النظر، وهي مسلمه. يعني هل كان في اي اشاره في الورق اللي بعته لك ان هي قررت ان هي يعني تغير ديانتها؟ لا، ما كانش فيه. كان مجرد يعني كلام جارح عن الاسلام، ولكن لم تغير ديانتها بعد او ما بلغتكش على الاقل ده؟ لا، ما كانش في حاجه من دي. بس انا طالبه الطلاق والحضانه والنفقه. كلام عادي يعني. طيب عملت ايه بقى حضرتك؟ بس كان لافت نظري اللغه اللي هي كاتباها ديت، وانا حسيت ان دي مش هي اللغه بتاعتها، هي ما تعرفش تكتب الكلام دوت. فانا حسيت ان في حد وراها هو اللي كاتب لها الكلام ده. يا كاتب يا من ليها يعني. فانا استشفيت، كانت رؤيتي ساعتها ويعني رؤيتي دي ثبتت انها صح، ان في حد اقوى مني واقوى منها، طرف ثالث داخل في الموضوع وهو اللي ممشي. يعني حسيت ان في ايد خفيه من ورا هي اللي بتمشي الحكايه دي، وهي اللي عملت مشكله مع مراتك واولادك. بتفضل حضرتك. بحيث ان الموضوع يبقى هو يبدو ان هو مشكله عائليه، ونقعد نتمرمط في المحاكم وفلوسي كلها تتصرف في المحاكم واتبهدل ولادي يتبهدلوا، والطرف الثالث ده ما عملش اي حاجه. طبعا الطرف الثالث اللي كان واضح ليا في هذه الصوره، رغم ان انا كنت عملت تسويه مع الشغل ومع المخابرات، الطرف الثالث كان واضح ليا ان المخابرات ليها يد في هذا الموضوع، ان انا لم يكن في يدي اي حاجة دليل. طيب الموضوع ده بقى، عشان احنا لسه كان في مداخلة عايزين ناخدها دلوقتي برضو، نعرف وضع حضرتك ايه يا استاذ محمد. من بعد ما خلاص هي بعتت لك الجواب ده وطلبت فعلا الطلاق، عملت ايه يعني؟ لو ممكن سريعا كده نشرح ايه اللي حصل بقى في الفترة دي، وده كان 2002 بتقول يناير بالظبط لغاية النهاردة. طلقتها ما طلقتهاش، ايه اللي حصل؟ مشيت، اضطريت طبعا اتماشى اطبق القانون، ومشيت في محكمة الأسرة بما بحسب القانون. من اول يوم دخلت محكمه الاسره لقيت ان هم بيعامليني جوه محكمه الاسره كما لو كنت انا ارهابي، وكما لو كان النائب العام وكل الجرايد اللي كتبته ان حصل تسويه والراجل ده ما فيش ضده حاجه، رغم انك مواطن كندي كمان هناك، مواطن كندي وكل حاجه. انا اتبرأت من كل ناحيه، فوجئت بان القضاه بيتعاملوا معايا انا كما لو كنت ارهابي. من اول يوم عملوا كل الاجراءات، كل القرارات كانت عقابيه ضدي. ما اشوفش اولادي الا مرتين في الاسبوع، ساعات محدوده. ما اقدرش اخرج مع اولادي بره المنطقه اللي احنا فيها اكتر من 100 كيلو. وقلت لهم ان ده ضد القانون الكندي، لان انا
ما اقدرش كده. انا الولاد دول بيروحوا الجامع كل اسبوع واقرب جامع ليا في اوتوا على بعد 200 كيلو، فلازم اخدهم اوتوا، فلازم تكبروا الموضوع دوت. رفضوا. كان كل القرارات في منتهى التعصب من اول يوم. ورغم كده قلت ماشي، ابتديت امشي مع القانون على ان انا حبيت ان انا اشوف مين الولاد الخفيه اللي بيجي. طيب كان اكبر ولادك وقتها سنه قد ايه واصغر ولادك قد ايه؟ انت عندك ثلاث ولاد وبنت. بالظبط. طيب الكبير قد ايه والصغير؟ الكبير كان ابن ياسين كان عنده 15 سنه وقتها، والصغير كان؟ والصغير رضا كان عنده 7 سنين. كان عنده 7 سنين. طيب ارجع بقى لحضرتك، الوقت ده وقت ما عملت الدعوه دي ان انت تشوف اولادك، هل كانت لسه مراتك على ذمتك ولا كان في اي تطورات بالنسبه لعلاقتك انت بيها كمان؟ لما عملت ايه؟ لما رفعت القضية أو الدعوة علشان تشوف الأولاد. لا، ما هي جزء بقى من قضية النفقة إن هما بيقرروا الحضانة بتاعت الأولاد. كويس، كانت هي لسه مراتك ولا كان تم طلاق ما بينكم؟ هو يعتبر انفصال مش طلاق. انفصال ولكن ليس طلاق. لحد ما المحكمة تخلص. طيب. القضايا دي بقى يعني من وقت ما رفعت الدعوة، هل كان بتشوف الولاد مش بتشوفهم، متيسر ليك إنك تشوفهم أم لا؟ فكان الرؤية المحدودة ديت بتتنفذ كمان ولا بتتنفذ؟ كانت بتتنفذ مع بعض التجاوزات والمضايقات يعني بفوتها، لان كنت ما زلت بشوف الاولاد. طيب ده في الاول. ده في الاول. بعد كده النهارده مثلا وصلت لغايه فين في القضايا؟ وصلنا لحد ان دلوقتي بقالي 4 سنين ما بشوفش اولادي. النهارده لما بتشوف الصغيرين. اخر حكم محكمه حضرتك اخدته بالنسبه لرؤيه الاولاد كان ايه؟ المحكمه اللي اخدته وبعدين اتعدل، انا عدلت الحكم دوت بعد كده ان الاولاد بقوا يباتوا معايا مثلا. مفروض يعني المفروض ان هم اخر حاجه وصلت لها بالنسبه للحكم. ايه ان حقك ايه دلوقتي؟ ان انا اشوف الاولاد مرتين في الاسبوع وان اللي يباتوا معايا مره كل اسبوعين. طيب ده كويس جدا. كويس، انت راضي بده؟ ده مش بطال. طيب. انما ما بيتنفذش من 2003 ما بيتنفذش. ما تنفذش، ما فيش بقى جهات هناك لتنفيذ ده. انا رحت حجيت في 2003، رجعت من الحج لقيتها قعدت منع العيال 3 شهور، رفعت دعوه في المحكمه وقفت ضدي جوه المحكمه محاميه الاطفال وعملت حاجات يعني منتهى الاستفزاز ومنتهى العنصرية والتعصب ضدي، والكلام ده مثبت في ورق بيثبته. ولحد لما بوظت هذه الدعوة عشان نغير نعمل عقوبة عليها او نعمل تنفيذ اجباري لرؤية الاطفال. في هذه اللحظة قدمت شكوى لهيئة حقوق الانسان لان حسيت ان محامية الاطفال كانت متعصبه ضدي. طيب احنا هنرجع ونعرف الشكوى دي نتيجتها كانت ايه يا استاذ محمد، بس خلينا الاول ناخد مداخله من الاستاذ معتز رسلان وهو رئيس مجلس الاعمال المصري الكندي. مساء الخير يا استاذ معتز واهلا بيك معانا. مساء الخير يا مدير في حضرتك. اهلا بيك، شكرا للمداخله. استاذ معتز، احنا حضرتك دلوقتي سمعت قضيه او مشكله الاستاذ محمد عطيه. طيب هو دلوقتي هناك يعني بحكم طبعا خبره حضرتك اكيد بالنسبه لمصر وكندا اكيد عندك فكره بالنسبه له هو دلوقتي بالنسبه لحقه هناك، وحضرتك طبعا محامي ايضا يعني محامي كبير، فعندك فكره حقوقه ايه بالنسبه للموضوع ده؟ يعني المحكمه حكمت له بشيء ولكن لم ينفذ، مش بتنفذ الكلام اللي هو المفروض انه من حقه انه يشوف الولاد مرتين في الاسبوع ويباتوا معاه مره كل اسبوعين، يعمل ايه عشان الحكم ده يتنفذ؟ هو راضي بده؟ والله حضرتك هقول لك حاجه، اللي انا بسمعه ده انا مش محامي، انما انا عايش في كندا وانا بشتغل مع كنديين، واحنا عندنا كل سنه بنسافر لكندا وبنلتقي مع الجاليه المصريه في الخارج. الحاله بتاعت الاستاذ حاله عاديه، حاله اسره، محكمه اسره، وطالما حكموا له قبل كده ان هو يلتقي باولاده ويقابلهم ويباتوا عنده، يبقى الجميع اظن ان ده عدل ومتطبق. كونه ليه حصل انه واقف من سنتين ثلاثه، فانا حقيقي ما اعرفش ايه اللي ممكن يخلي حاجه زي كده تقف. انما انا اؤكد لحضرتك انه في 350 الف مصري عايشين في كندا، كلهم اخذين احسن المراكز، وفي منهم يمكن 15 عميد جامعه، عميد كليه، وثلاث رؤساء جامعات، وكلهم حقيقي بيعاملوا معامله في منتهى المساواه. الحكومه الكنديه، انا مش دفاعا عن الحكومه الكنديه، انما من اعدل الحكومات في الغرب
في المعامله مع الاقليات الموجوده عايشه جواها. طالما الاستاذ بيقول انه كان عنده حكم وخد فيه براءه ورجعوه لشغله، فالكلام ده كله انا شايف انه الجماعه بيعاملوه كويس، انا مش شايف اي معامله سيئه من اي نوعيه يعني. طب انا معلش يا استاذ معتز هرجع لحضرتك، حضرتك بتتكلم عن الاقليات ما لم يكونوا تعرضوا لمشكله زي اللي تعرض لها استاذ محمد، ولكن كلنا عارفين يعني بغض النظر احنا مش بنتكلم عن كندا تحديدا، ولكن في اوروبا في كندا في امريكا للاسف وللاسف الشديد كمان انه بعد احداث 11 سبتمبر اصبح في من يظلم يعني بسبب الموضوع ده لمجرد ان هو عربي ومسلم. فهل حضرتك رغم انه الاقليات بيتعاملوا في كندا طول ما هم ماشيين في شغلهم مفيش مشكله او يعني مفيش شائبه عليهم، مفيش ما ارتبطش اسمهم بقضيه زي دي حتى وان كانوا مظلومين فيها وتم اثبات براءتهم، بس ما سمعتش في كندا حضرتك بحكم ذهابك هناك كتير وبحكم شغلك معاهم، ما سمعتش خالص عن حالات زي دي سواء في كندا او حتى المجاوره ليها طبعا امريكا، مصريين او عرب ومسلمين حصلت لهم مشكله زي دي لمجرد ان هم يا مدام اذا كان الراجل اخذ حكم ورجع لشغله في ايه قاعده؟ لا ما اخذش حكم، ما اخذش حكم ورجع لشغله، لا اخذ براءه مش حكم اقصد، هو ما اخذش حتى براءه، ما ده اللي انا عايز اقول لحضرتك، هو كان مجرد اشتباه ما كانش في قضيه من اساسه ورجع شغله حققه معاه اربع ساعات ورجع شغله وما بدش حتى في في القسم الشرطه. المهم انه رجع شغله في الاخر ورجع لعمله. بس هل تظن ستك انه في حكومه هتتدخل انها تعاقب واحد انها تمنعه من انه يشوف ولاده؟ لا احتمال يعني... لا 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 انا موافقه مع حضرتك، هو استنتاجه كده، انا مثلا كمشاهده من بره ممكن اقول احتمال لا، يعني هو بيقول احتمال المخابرات فعلا هناك تكون هي اللي وراها، انا بقول يمكن الست دي ما كانتش مرتاحه معاه، يمكن هي ليها افكار اخرى مش عايزه تكمل معاه وده حقها يعني، طالما بنتكلم عن حقوق الانسان فده حقها، ولكن مش حقه ان هو يشوف ولاده طالما اخذ حكم محكمه. والله يا فندم انا قلت حاجه، طبعا انا ما عنديش الخلفيات عن القصه دي، انما اذا كان في الاول كان بيشوفهم وقفوا لسبب من الاسباب فاكيد السبب بينه وبين مراته، اكيد خالف اخذهم بره 100 كيلو بره المنطقه اللي هم عايشين فيها طالما الحكم حذاله 100 كيلو، ويمكن احتمال مره من المرات طلع فالست رفعت عليه قضيه فكسبتها. المهم ستك طالما في الاول خد حكم وشاف ولاده يبقى القضاء كان عادل، كونوا ايه اللي وقفه في النص؟ انا اشك انه ممكن الحكومه كده تتدخل في مواضيع شخصيه زي كده عشان إيه، لو عايزه تعاقبه او عايزه مثلا شكه فيه عندها مليون مجال انها تعاقبه فيه. مفهوم. عموما حبشكو حي طبعا حضرتك مجرد ان احنا بناخد رايك يعني في الموضوع بحكم خبرتك في التعامل مع في كندا وشغلك بالنسبه لمصر وكندا، فاحنا بنشكر حضرتك جدا على المداخله استاذ معتز رسلان رئيس المجلس مجلس الاعمال المصري الكندي. وطب خلينا نرجع لحضرتك صحيح مش مهندس دلوقتي، هل وقت ما اخذت حكم اولي بالنسبه للاولاد هل حصل فعلا ان هم منعوك ان انت تاخدهم او تشوفهم لحاجه زي دي، انك تكون اخليت مثلا بالاتفاق معاهم بعتهم ابعد عن ال 100 كيلو اللي هم قالوا لك عليه؟ لا ما حصلش. 101 كيلو مثلا؟ لا ما حصلش طبعا. بس انا الاستاذ معتز يعني مع احترامي لرايه هو بيتكلم ببعض العموميات شويه. لا هو في النهايه هو مش طرف في القضيه يعني، ولكن انا فاهم. بس انا احب اقول للاستاذ معتز برضو حاجه، ادي سجل كامل اتقدم للمحكمه العليا فيه تسجيل لعمليات الاضطهاد العنصري والديني ضدي جوه المحكمه الكنديه، والسجل ده اللي كاتبه ثلاثه محاميين كنديين، هذا السجل رفضت المحكمه العليا انها تفصل فيه ولا تستمع ليه، هذا هو العدل في كندا ضد واحد مسلم قبل كده ظلموه وباشتباه خاطئ. بس انا بقول الكلام دوت للاستاذ معتز لان هو جايز يسمع على كندا وكلنا وكل الناس بتسمع على كندا، انما هو جايز ما عاش او ما لم يمارس القانون في كندا. لا طبعا، والتجربه اللي حضرتك مريت بيها يا استاذ محمد خير دليل على طبعا اللي حصل لك هناك، وزي ما احنا بنقول انه حتى وان لم يكن يعني حاله حضرتك مش منتشره، حضرتك صحيح شخص ولكنك شخص مصري، ومهم طبعا انه ليك حق، ومهم خصوصا في الدول دي اللي بتنادي وبتدافع عن حقوق الانسان، حقوقك وحقوق اطفالك ان هم يشوفوك، كمان حقوق الطفل دي شيء مهم ان هو ينشا في بيئه طبيعيه. يعني احنا مش بنتكلم دلوقتي عن تنصير الاطفال دول او غيره، دي قضيه تانية خالص، بس مش دي قضيتنا اعتقد الحته الجايه بتتكلم فيها. انت جاي تتكلم انك عايز ايه بالظبط؟ انا بتكلم على حقوق الطفل، حقوق المواطنه، حقوق اطفالك دول، حقوق اطفالي، حقوق الاقليات،
حقوقي قدام القانون الكندي بالمساواة. دي كلها حقوق مهمة جدا ومنصوص عليها في الدستور الكندي، وتم مخالفتها وتم توثيق هذا في وثيقة قدمت للمحكمة العليا في كندا ورفض القضاء هناك انه يبص فيها. معلش استاذ محمد، انا عايز اعرف دلوقتي، اهل مراتك موجودين هنا في مصر وليها اخت هناك في كندا، مظبوط؟ بالظبط. طيب اختها اللي هناك رايها ايه في الموضوع؟ معاها موافقه على اللي بتعمله، مش موافقه، بتحاول ان هي تصلح، بتحاول تتدخل؟ اختها في الاول كانت بتقول انها مش موافقه على اللي بيحصل، على اللي بيحصل، انما في نفس الوقت ما عملتش حاجه. حاولت تتدخل وما قدرتش على اختها؟ ولا ما حاولتش من اساس؟ ده اللي هي قالته لي. طيب اهلها هنا عندهم فكره على اللي بيحصل؟ اهلها انا بعت لهم جواب اتسلم باليد، حكيت لهم بالتفصيل اللي هي عملته، وان هي بعد كده زي ما قالت في ورق المحكمه انها تنصرت. حكيت لهم بالتفصيل على هذا الكلام، ورغم كده اهلها ما حدش فيهم رد عليا. انت فيش بينكم اتصالات؟ ما كانش في بينكم مثلا علاقه اسريه جيده مع اهلها او كده؟ لا، ما كانش في علاقات لا جيده ولا وحشه. يعني الغربه بقى وخلاص. في نوع من بعد البعد يعني، وانا طبعا ما كنتش بقدر ان انا ازقها زياده عن اللزوم. طب الولاد، معلش احنا طبعا الوقت بينتهي يا استاذ محمد، انا عايز اعرف الولاد دلوقتي وضعهم ايه؟ انت حاسس ان هم متعاطفين معاك؟ انت بتقولي ان ما بتشوفهمش خالص، بينكم حتى تليفونات ولا لا؟ حاسس ان في حد معاها، حد معاك، حد بيحاول يطلب ان هو يشوفك ولا لا؟ والولاد في جانبها تماما. الاولاد في حاله نفسيه صعبه جدا، لان ده حصل لهم نوع من التشويه النفسي بسبب ان هم اتربوا في بيت مسلم، كانوا بيصلوا معايا الوقت بوقته، وبعدين فجأة مرة واحدة تدخل طرف ثالث وقلب الست ديت وابتدت تقول لهم أنا بروح الكنيسة. الأولاد اتلخبطوا، الولاد اتلخبطوا. ولكن الولاد أنت بتقول مش بتشوفهم، معلش عشان الوقت ضيق جدا يا أستاذ محمد، بتشوفهم؟ ما بتشوفهمش دلوقتي، بتكلمهم في التليفون؟ آخر مرة كلمتهم أمتى؟ أنا حاولت أتصل بيهم بالتليفون أكثر من مرة، تليفونهم بيتغير من غير ما يقولوا، من غير ما هي تقول لي أو تبعت لي. اولادي صغيرين ما شفتهمش بقالي 3 سنين ونص. بينك وبينهم اي نوع من الاتصال؟ في ايميل. ايميل فقط بس. بتحس ان في حد فيهم بيطلب ان هو يشوفك ولا بيتكلموا في امور عامه؟ عايزين يشوفوني. حد فيه يعني؟ بنتي عايزه تشوفني. وفي حد واخد جنبها هي ولا لا؟ ولا الاربعه انت حاسس ان هم عايزين يشوفوك؟ لا، انا بحس ان الاربعه في موقف ان هم مش عايزين يزعلوها، لان دي هي دلوقتي اللي معاهم. لكن حاسس بايه؟ يعني حاسس ان الولاد بيحنوا ليك جدا ومحتاجين كل لحظه ان هم ياخدوا ارشاد مني وياخدوا حنان مني. طبعا مهندس محمد عطيه، يعني مشكله حضرتك مشكله مهمه جدا، ومشكله يعني اقدر اقول ان انا ما سمعت كتير عن حاجات زي دي، عن عرب او مسلمين بيتم اضطهادهم للاسف في الخارج بذنب هم لم يقترفوه يعني، لكن ما قابلتش فعلا حد بنفس المشكله دي قبل كده. وبتمنى حقيقي يا استاذ محمد انه مشكلتك تتحل. انا عارفه انك لجأت لوزاره الخارجيه هنا في مصر، وطبعا السفاره هناك، وعارفه انك قدمت شكاوى. بتمنى فعلا من وزاره الخارجيه المصريه انه يكون في تحرك بالنسبه لمشكله المهندس محمد عطيه، حتى وان كان فرد واحد، وحتى انا مش بنقول ولا بنعمم ان كل المصريين في الخارج او في كندا تحديدا اللي بنتكلم عنها بيعانوا من المشكله دي او عندهم اضطهاد، ولكن اذا كان شخص وفرد مصري واحد في الخارج بيعاني من اضطهاد، فمن حقه طبعا ان هو يتم الدفاع عنه وعن حقوقه وحقوق اولاده من قبل بلده اولا. دلوقتي بعد الفاصل وبعد الاعلانات هيرجع لكم معتز دمرداش. معتز هيكون معاه النهارده الفقره الاسبوعيه، فقره الطريق الصح، اللي بيكون طبعا هو مستضيف فيها معز مسعود. اكيد كلام مهم جدا بيهم كل المشاهدين اللي عايزين يمشوا على الطريق الصح ان هم يسمعوا. استنوا معتز بعد الفاصل.